تستمر مشاهدينا ومتابعينا الكرام انطلاقة شوطنا 32 وهو شوط ما قبل الختام بإذن الله تعالى، ومن ثم يستل ستاري هذه الفترة الصباحية على أمل أن نلقاكم بإذن الله في مساء هذا اليوم مع تحديات ومنافسات هذا السن، ولكن مع جوائز عينية بإذن الله تعالى لخمسة أشواط أولى ومن ثم جوائز نقدية لبقية الأشواط في مساء هذا اليوم. نتابع وإياكم هذا الشوط، وهذا الشوط مخصص لفئات الكار، ونتعرف على المركز الأول ومن تحتل الصدارة والمقدمة. هنا الشاهينية لسالم بن مبارك بن محمد ألف هيدة المري مع المركز الأول. نتابع وإياكم المركز الثاني، التقدم من مبلشة تعود ملكية لراشد بن بطي بن محمد آل حسنة المري. نتابع وإياكم المركز الثالث، من تتقدم على المركز الثالث تكريم لسالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد آل بقيت على المركز الثالث. نتابع المركز الرابع، من تتحرك إلى المركز الرابع، هنا التقدم من خيرة تعود ملكيتها لعلي بن خليفة بن سعيد القفلي من يتواجد مع المركز الرابع. أما المركز الخامس فهنا جزالة تعود ملكية جزالة لمحمد بن علي الشراب القرح من يتواجد مع المركز الخامس. نعم، هذه النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام للمراكز الخمسة الأولى المتقدمة. نعود إلى الصدارة وإلى مقدمة هذا الشوط، هذه الشاهينية سالم بن مبارك بن محمد ألف هيدة المري مع الشاهينية ومع انطلاقة الشاهينية، ولكن تحركات وتغيير. هنا من خيرة، خيرة لعلي بن خليفة بن سعيد الغفلي من غير مع خيرة، غير مجريات هذا الشوط مع انطلاقة خيرة وتحركاتها على المركز الثالث. التقدم على المركز الثالث من الجانب الأيمن، هذا هو التقدم في هذه اللحظات. من تتقدم هنا تكريم سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت من غير واحتل المركز الثالث في هذه اللحظات مع تكريم المركز الرابع. التقدم هنا من مبلشة لراشد بن بطي بن محمد الحسنة المري مع مبلشة، ولكن هنا دخول على المركز الرابع في هذه اللحظات من جلمودة حمد بن محمد بن مسفر آل فطيح اليامي من غير مع جلمودة على المركز الرابع. أما المركز الخامس فهنا على خامس المراكز مواري لمحمد بن فيصل بن جبر الرمزاني النعيمي. هذه النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام للمراكز الخمسة الأولى المتقدمة. نعود وإياكم إلى المركز الأول إلى قيادة هذا الشوط. المركز الأول مشاهدينا ومتابعين الكرام مع خيرة علي بن خليفة بن سعيد القفلي مع المركز الأول مع الصدارة ومع القيادة، ولكن شوف تابع الدخول يا سلام. الظبي تتحرك الظبي على المركز الثاني لفيصل بن طالب بن محمد بن علي الشفيع على المركز الثاني وعلى المركز الثالث. قدوم وتحرك هنا من تنبيه راشد بن زيد بن راشد البحيح المري، هذه تنبيه من غيرت من الجانب الأيمن، غيرت تنبيه وتحركت إلى المركز الأول. يا سلام، الله، تنبيه يرجو التنبيه من تنبيه مشاهدينا ومتابعينا الكرام، ولكن الله، يا سلام شوف التحركات مشاهدينا ومتابعينا الكرام. شوفوا التجاوز، شوفوا المرور من خيرة علي بن خليفة بن سعيد الغفلي يا سلام، ولكن شوفوا اليامي قادم لا محالة على المركز الثاني. يا سلام، مع جلمودة مع المركز الثاني وخيرة على المركز الأول. جلمودة وخيرة على الصدارة. جلمودة تغير مشاهدينا ومتابعينا الكرام. يا سلام، ولكن عادت مرة أخرى هناك. يا سلام، تهانينا والناموس من هذا المكان لمالك جلمودة على فوزها بالمركز الأول وتحقيقها بناموس هذا الشوط. هذه جلمودة لحمد بن محمد بن مسفر على الطيح اليامي. أما المركز الثاني فوصلت على المركز الثاني مشاهدينا الكرام خيرة لعلي بن خليفة بن سعيد الغفلي. أما المركز الرابع أو المركز الثالث، نعم المركز الثالث
وصلت على المركز الثالث السكرانة لطالب بن فرج بن هادي الغفراني. أما المركز الرابع وصلت على المركز الرابع أخيرا لراشد بن محسن بن علي بن ديلة المري. أما المركز الخامس وصلت على المركز الخامس الضبي لفيصل بن طالب بن محمد بن علي بن شفيع. هذه نتيجة هذا الشوط. إذا نتابع مشاهدينا وأيها الإخوة الأفاضل في كل مكان، كانت خيرة هي من قادت هذا الشوط، ولكن أتت جلمودة في اللحظة الأخيرة وانتزعت هذا الناموس. 4:45 94 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لمالك جلمودة بهذا الناموس. نهني حمد بن محمد بن مسفر الفطيح اليامي على انتزاع جلمودة بالمركز الأول. أما المركز الثاني فوصلت فيه خيرة قطعت المسافة بأربع دقائق 46 ثانية 31 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لمالك خيرة علي بن خليفة بن سعيد الغفلي. أما المركز الثالث نعم هذه السكرانة من وصلت على المركز الثالث 4:48 86 جزءا من الثانية. تهانينا لطالب بن فرج بن هادي بن